travelers, نتمنى تكونوا بخير ومسافرين وكتعيشوا أجواء زوينة. بعد ما اكتشفنا في فيديو الأخير جمالية الجوهرة الزرقاء شفشاون، اليوم غنديروا جولة بمدينة تطوان الجميلة. خليكم معنا باش نتعرفوا عليها أكثر. تطوان أو تيتاوين هي مدينة مغربية أندلسية الطابع، كتواجد بين مرتفعات جبال الريف بالقرب من طنجة، وكتبعد عليها 63 كيلومتر. المدينة عندها موروث ثقافي وحضاري متنوع بزاف بفضل العلاقات ديالها مع باقي مناطق المغرب مع العالم العربي وأوروبا، وذلك منذ قرون وسنوات. تاريخ قديم، فهي مبنية على آثار لمدينة تمودا واللي كيرجع تأسيس ديالها للقرن الثالث قبل الميلاد. استمرت تمودا من طرف الجيوش الرومانية 42 سنة قبل الميلاد. اسم تطوان أو تيتاوين فهو موجود منذ القرن الحادي عشر، وفي القرن الرابع عشر سنة 1307 أعاد السلطان الماريني أبو سابس بناء المدينة كقلعة محصنة، وتطوان كتعني بالأمازيغية عيون المياه. تتميز المدينة بموقعها الجغرافي المتنوع كالقوى شواطئ جبال غابات، الشيء اللي جعلها تحتل أفضل وجهة سياحية وثقافية. وتصنفت أيضا مدينة تطوان العتيقة كتراث إنساني عالمي من طرف اليونسكو، وذلك سنة 1997. تطوان عندها هندسة معمارية إسبانية مغربية، والمدينة القديمة عندها طابع أندلسي. عاد دخل الرياضة ديالها وصور الهوتيل وصور الشيخ محمد الخامس. ثم ديك العشية كيكونوا جالسين المشاركين، كيتسموا المشاركين. عامل الكرسي هذا. كملا صلوا الله في محمد عبد الله. كيجيو من جبتها كيسخرون انه هذا.
شوخ الماركات كان فيهم الأجانب المصارع نيمسو المسلمين كل واحد سوا حال. سميتها طابولا جوريانا ديال احمد السريف الادريسي. كما كتشوفوا هنايا هذه مقلوبه ابسايدا، كما كتشوف هنا عندنا الفوق المغرب افريقيا وتحت اوروبا. الهدف من رسم هذه الخريطه هو انه باش يبين للملك روجر الثاني انه كان مهتم بزاف ما هو جيوغرافي جبال، وهنايا دول دويلات. بعد سقوط غرناطه كان ترحلوا جميع المسلمين والاندلس، رحلوا لشمال المغرب وجمعهم القائد ديالهم سميتو علي المنظري، هو اللي تم تاسيس هذه المدينه. هذه من وصلوا هنا لشمال المغرب لقاهم احتلوا طرف البرتغال هما اللي كانوا محتلين الشمال، وقع واحد الحرب ما بين المسلمين والبرتغال. تم زعما الفوز للمسلمين، وداك الوقت تم بناء هذاك الصور كيف تشوف كيتعتبر مدينة تطوان من اجل انه يكون صور حماية الناس اللي كاينين الداخل. هذا الاشعش هنا يكتب لنا المنزل ديالو والناس كيفاش كانوا كيلبسوا. هذا الماء بعد واحد النظام قادته للحماية الاسبانية، داروا مجموعة ديال القنوات هنا في المدينة. هنا كما كيبان لك في هذوك الالوان الحمراء هما هذوك المرشات في فاونتنز اللي كاينين في المدينه القديمه، كامل هما باللون الاحمر، وهذوك هما المنابع الدينيه.
وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا بزاف على الدعم ديالكم على المساعدة ديالكم. ما تنسوش تخليو لي ملاحظات ديالكم في التعاليق، شنو الحاجة اللي عجباتكم شنو الحاجة اللي ما عجباتكمش. ونتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله مع منطقة جديدة.